مقصد الراحة لم يعد مريحاً حد الكفاية، وكندا الجنة التي صورت على أنها قبلة الحياة لمن رأى فيها بوابة للفرص تحولت جحيماً على قاصديها، وصارت وفق كلام الأرقام عنواناً لهجرة المهاجرين. لم أجد حقيقة في كندا فرصة للشاب الطموح الذي يبحث عن المستقبل. تتحكم في هذا الموضوع عدة عوامل، منها أن السعد في وضعي كما رأيت لا تجد الفرص الحقيقية للمهاجر إلا على المستوى التكتيكي في العمل، وباعتقادي أنه من الممكن تحصيل نفس مستوى الدخل بنفس عدد ساعات العمل في الأردن. تتحدث البيانات الرسمية عن 42 ألف شخص غادروا كندا في النصف الأول من عام 2023، ويقول تقرير حكومي كندي صدر في فبراير 2024 وعكف معدوه على دراسة مجموعة ضخمة من المعلومات المتعلقة بالمهاجرين الذين وطأت أقدامهم كندا منذ ثمانينيات القرن الماضي، إن أكثر من 15% من مجموع المهاجرين بين عامي 82 و2017 غادروا كندا خلال السنوات الأولى من قدومهم. فما الأسباب وماذا خلف الجنة التي تطرد قاصديها؟ مشكلة السكن في كندا مشكلة كبيرة جدا النهاردة. أولا مفيش مساكن أو شقق كفاية يقضي عدد الناس الأصليين إلى جانب الناس الجديدة اللي بتروح باستمرار، وفي نفس الوقت قلة العدد ده بتاع الوحدات السكنية أدى بدوره لارتفاع الإيجار. بقى أصبح النهاردة المواطن اللي بيسافر هناك ويشتغل بيدفع جزء كبير جدا من دخله كنوع من كإيجار ومصاريف جانبية للسكن بتاعه أو الشقة، زي كمان التدفئة والطاقة والكلام ده كله. هناك تقسيم درجات للمهاجرين، درجة أولى وثانية وثالثة، حيث يتم إرسال الدرجات المتدنية لنقل أسيويين وشرقيين إلى المناطق الأشد برودة والتي لم يعتد عليها هؤلاء في بلادهم للعيش فيها. لذلك أعتقد أن الحلم الأكبر لهؤلاء المهاجرين الحصول على الجنسية الكندية ومن ثم الانتقال إلى منطقة أخرى أو دولة أخرى. يعني كندا هي باختصار بوابة عبور لا أكثر ولا أقل. السكن، هذا التحدي يؤرق كل من قصد كندا أو سيفعل، ففضلاً عن مسافات متعبة في عملية التنقل وشروط الإيجار المعقدة، فإن فرص السكن الجيد مشكلة يعاني منها المهاجرون في ظل ارتفاعات لا تتوقف في معدل الإيجار الشهري. كان آخرها مقارنة بين عامي 2022 و2023، حيث بلغ المعدل 2078 دولاراً للشهر العام الماضي كأقل تقدير، أي أعلى ب 9% تقريباً من الإيجار في عام 2022. إذا كنت مهندساً معلوماتياً أو ما شابه، فقد تكون فرصتك أعلى بالحصول على عمل في كندا، حيث يبلغ متوسط ما يتقاضاه مهندس البرمجة قرابة 89 ألف دولار كندي في السنة. لكن غير هذا، فإن معظم من روى معاناته تحدث عن صعوبات بالغة بالحصول على فرصة عمل في ظل عقبات تعديل الشهادات المفروضة من الحكومة والتراخيص التي يتطلبها أي عمل، حيث أجبر كثيرون على تغيير مهنهم أو الدراسة من جديد من أجل مواكبة شروط التقدم لأي وظيفة في سوق العمل الكندي. أما أكثر ما يؤرق طينة الشرق أوسطيين الذين قطنوا كندا أو يفكرون بهذا، هو فكرة الاندماج الثقافي في المجتمع الكندي، لسيما لأطفالهم الذين سينغمسون في بيئة قد لا تشبه عاداتهم، خاصة مع انتشار المثلية الجنسية ونشر ثقافتها في المدارس بسن مبكرة جدا. هناك عدم توافق على مستوى المقومات الحضارية والثقافية، بحيث أن نقول الحريات الفردية لا تتناسب مع طبيعة الثقافة العربية الإسلامية وحتى الثقافات الأخرى المحافظة التي لا ترى في وجودها في كندا يعني مناسبا من الناحية الثقافية، وهذا يؤدي أحيانا إلى من فكاكة أو تفكك على المستوى الأسري وعلى المستوى الاجتماعي. ما بين 80 إلى 90 ألف مهاجر غادروا كندا بين عامي 2021 و2022 في ظاهرة هجرة عكسية بلغت ذروة تاريخية وصلت معها إلى مستويات أعلى بنسبة 31% من المتوسط التاريخي وفق رويترز. فهل حقا فاقت السلبيات إيجابية حلم الجنسية لمهاجري كندا؟